عنوان السؤال: إعطاء الزكاة لتوزيعها لعموم المستحقين. إعطاء الزكاة لتوزيعها لعموم المستحقين، هذا العنوان. السؤال: من أعطي مبلغ زكاة وقال له المعطي أخرجها، وكان المعطى من المعطى الذي استلم الزكاة ليوزعها، وكان المعطى بنفسه مستحق للزكاة، فهل يجوز له أن يأخذ الزكاة لنفسه بدون أن يستأذن صاحب الزكاة؟ واضح سؤال؟ شخص من الناس وجبت عليه الزكاة، ونقول مثلا 200 ريال، وقال لي هذا ناصر وجبت عليه الزكاة، وقال لي محمد هذا 200 زكاة وزعها للمستحقين، أعطيها المستحقين للزكاة. قال له هكذا: أعطيها المستحقين، عموم المستحقين، أعطيها المستحقين للزكاة. السؤال: هل يمكن محمد، وهو محمد مستحق بنسب الزكاة، مستحق، هل يمكن محمد يأخذ هذا المال له أو لا؟ الجواب: بما أن المزكي، لحظة انتبه للجواب، بما أن المزكي سلمه للمستحقين للزكاة، وكان المعطى الذي هو محمد بنفسه مستحق للزكاة، فإذا يوجد له في أقوال العلماء ترخيص بأخذه للزكاة، حيث اختلف العلماء في مثل هذه المسألة إلى 3 أقوال. من العلماء من قال يكره ذلك له، ومن العلماء من قال لا يكره ذلك له، ومن العلماء من قال ومن العلماء من منع، ومن العلماء من منع له، أو منهم من منع له هذا الأمر، منعه عليه، أو ومنعه بعض له، ومنعه بعض منه، بعض العلماء منعه له. لكن كما قلت يوجد في أقوال العلماء ترخيص في ماذا؟ في أخذه لهذه الزكاة، ولاحظوا لعموم المستحقين، قال لعموم المستحقين، يعني يوجد له رخصة بأن يأخذ هذا المال، ومن علماء قال يكره له، ومن علماء من منع، ومنهم ومنعه بعض له.